فأمر بالفضل واختص بالنصح وتفضل بالإرشاد والتوجيه وسعى إلى تركيز الضوء على جلبات هذا الحفل التكريمي المنهج. فليتفضل السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سياسة الدكتور سمير بوزويتالي يلقي كلمته. نفس المبادئ صبر أحوال كل
أنت مرغى في تلك الذاكرة والزمان من أسماء ومدونات ونصوص وآثار العصر الوطني والوطن. ما تقل منه سنوات عدة قصد تقفي أطراف كل هذه المعطيات التي لولا الجهد الذي بدا له لكان مآلها النسيان والضياع والانقطاع. فإذا ما اتفقنا وهذا شيء مفروغ منه حسب الدارسين والمهتمين على أن الشامي هو بمثابة القلب الذي تنفض طبقاته في تداخل مع إيقاعات الوطن، فيمكن اعتباره كذلك بمثابة الحارس اليقين لذاكرة الوطن بكل ما تسخر به من أعلام وأسماء تفاد في انتشارها من العتبة وإخراجها من الضوء. إن المنتظر في إنجاز هذا العالم بكل ما يقتضيه من تضحيات دالة على رغبته الأكيدة في النفاذ إلى أعماق ملامحه، رغبة في تحقيق الصلة بكل من ساهم في بصم ملامح الوطن، فأنصف الدعم به هذا كل الفئات المكونة للشعب اليمني، أي دين كان موقعها وانتماؤها. ومن هنا نستشف الاستراتيجية الكاملة والمسؤولات التي أعدها الشبيب. إنها استراتيجية تروم في اعتقادنا إلى ما يلي: جمع ذاكرة الوطن من خلال أعلام التي ساهمت في كتابة تاريخه وتحديد الطريق نحو الارتقاء به إلى مصاف الدول الخالدة. وضع الأسس المعرفية مؤسسة وحدة الوطن وتثبيت حضارته وثقافته. إنارة الطريق أمام الأجيال الصاعدة كي يتشبثوا بجمهور بلدهم بآثارهم ومعالمهم وصناع حضارتهم. تأسيس ركائز ثقافة الاعتراف ضامنة لترابط أجيالهم فيما بينها. تهيئة الظروف لرغم من توطين ذاكرة الماضي لمعاملة المستقبل بكل تحدياته وما يحول به من طموحات وأمال واعية. سيداتي السادة أيها الحضور الكرام، ما أحوجني اليوم إلى مثل هذا العمل المسوحي الذي كما اتضح لا يستمد قيمته فقط من سعي أكيد للحفاظ على الذاكرة، وإنما أيضا من رغبة حثيثة في كشف الطريق نحو الآفاق آفاق عالم الروحيات والذي يفرض علينا الخيارات السريعة في متطلباته. وبمعنى آخر فإن موسوعة الشمير تنتظر منا أن نشتغل على منوالها في كل بلد من جغرافيا وطنها العزيز، وأن نتمنى للعمل على رحمتها كي نجعل منها نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه ضبط المعطيات الذي يريد من خلالها أن توثق لكل من كان له فضل في صناعة تاريخ الأوطان وحضارتها. فبكل الاعتبارات نكرم اليوم الدكتور عبد الوهاب الشريف بتتويجه شخصية العالم الثقافية. لقد أجمعت فرس بكل مكوناتها وجامعة سيد محمد بن عبد الله وعلى رأس رئيس جامعة الدكتور مصطفى الشحيل وجامعة فرس على رأس الدكتور عرسية بن طالب أن تفرد له هذا التتويج وتعتز بالاعتداء به، خاصة أن هذا الاختيار لقي صدى الرحبة في جميع أوصاف الأوصاف الإبداعية والثقافية والفكرية لصديق الوطن. ما أعطاه شروعية تامة للقب الذي حظينا بشرف منحه له اليوم. وبهذه المناسبة باسمنا جميعا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيس جامعة الدكتور مصطفى الشحيل على احترامه لفكرة هذا التشريع التي تبناها عن قناعة تامة بالنظر لما تحت عنده شخصية الشريف من تقدير ومكانة ترفيع. اسمحوا لي أن أقول بأن حفل التزويج الشريف يعد بالنسبة لي مناسبة هامة لإضفاء شعاع جديد على مدينة فاس وجامعتها. لا يؤكد مرة أخرى استحقاق منحة رجل الفن الدبلوماسي المحنك والشاعر الشامخ لقب شخصية العالم الثقافي. وفي السياق ذاته يطيب لي أن أتوجه بخالص الأثر والشكر
إلى السنة أكثر من الإنجاز دكتور سعشان القاري الذي يدوي أيضا احتضن هذه المبادرة وأثنى على أصحابها إيمان منهم بأن الدكتور الشهيد أهل بكل استحقاق وأرقى تتويج بالنظر لميزة إبداعه وقيمة جهده الفكري والعلمي وميراثه الحكيم في ارتقاء العلاقات المغربية اليمنية إلى أعلى المستويات. كما أن الشكر موصول لما تنطبع عليه الكلمة من معاني التقدير والاكرام وجميع الثناء للأستاذة الدكتورة والشاعرة ميزة بورس على ما بذلته من حسن لعقد هذا الاحتفال والاحتفاء دليلا على تقديرها لشاعرنا الكبير الدكتور عبد المجيد الشميري ووفاءه منها لتقاليد جامعته العريقه لهذه فعل الابراز بعدها العربي والعالمي وله الاتفاق عليها. وليس من المبادره ان اعتبرت واياها بان هذا البعد الشرقي العربي والدولي يتجسد بامتياز في المنجز العام للابداع والفكر الشهيد. لهذا الاعتبار فإننا واثق بأنه ستكون لنا لقاءات أخرى مع المحتفلين لما يتسم به منجزه من أوجه وبلاغ خاصة المشروع هو شيء جديد. الشاعر ديالنا وضيفنا المحتفلين شيء جديد هو أن هناك مشروع إحداث كرسي الشهيد أخذ طريقها نحو التفعيل بكل يتقى وهو أدعوه بالتفعيل على الأرض. وهنا لم أكشف سرا وهذه خبيثة المستقبل لا يمكن أن يعتبر صعب وهنا لم أكشف سرا إن قلت لكم أن الكرسي الشريف من بين أهدافه للكتاب على أمان الشريف بمقتضى سابق بحثا ودراسه ومطالعه تخصيص جائزه لافضل البحوث بمختلف الاسلاف حول اعمال الشاعر والكبير عبد الشهيد. تنظيم حلقات دراسيه هدف والاساس دراسه شعر الشهير والدعوه للشعر في مخالفه مع المبادره في إطار مقاربات مقارنة مع شعراء كبار من الوطن العربي والعالم كي تبقى بمنجزه إلى المستوى الدولي. وختاما أشكر كثر الحضور الكرام وكل من سأل من قريب وبعيد في إيجاد هذا الحدث البهيج والسلام عليكم. شكرا جزيلا للسيد